الإنسان اللي عايز يمشي بطريقة ربنا يهمه إن نصيحة ربنا هي اللي تكفي، نصيحة ربنا هو المحيطها وأيضا تنفس في حياته وباستمرار يصلي ويقول له لتكن نصيحة. حياتنا الروحية ليست استقلالا عن الله، إنما نحن جزء من مملكة الله، من ملكوت الله. ليس لنا مسيئة خاصة، إنما مسيئة ربنا هي التي تنفذ في ملكوت. عشان كده بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن المسيئة، فلما أنت تملك المسيئة بتاعتك هي التي تنفذ. لما الواحد يقول له لتكن مشيئتك، يعني لتكن مشيئتك، لا مشيئتي انا ولا مشيئة الناس، لا مشيئتي انا ولا مشيئة الناس، انما مشيئتك انت. طبعا حكاية لتكن مشيئتك وان كانت صلبة واحدة لكنها تحمل العديد من الفضائل. ازاي؟ مش ممكن تقدر تقول لتكن مشيئتك من كل قلبك إلا لو كان عندك إيمان، إيمان إن مشيئة الله صالحة وحكيمة وخيرة مهما كانت تبدو غريبة أمامك. مشيئة ربنا كلها حكمة وكلها خير وكلها بركة وكلها فايدة وصالحة وسليمة، لا تعتمد على مقاييسك انت او فهمك انت، انما تعتمد على ايمانك. الانسان اللي عنده ايمان باستمرار يرضى بمشيئة الله ويفرح بها، بس يرضى بها ويفرح بها ويرى ان فيها كل الخير ايا كان. والإنسان المؤمن بيشوف إن ربنا في مشيئته يرى ما لا نراه نحن، يرى ما لا نراه نحن، وفي أمور واضحة أمامه بالنسبة للحاضر والمستقبل مش واضحة أمامنا إحنا. فعشان كده يثق بربنا يقول يا رب لتكن مشيئتك. ولا يشك في الله ابدا مهما كانت مشيئته، لا يشك في الله ابدا مهما كانت مشيئته. دي عايزه فضيله اخرى الى جوار الايمان، هي فضيله انكار الذات. اللي بيتعبنا في حياتنا وما نرضاش نقول لتكن مشيئتك او ما نقولهاش بنفسك، الرسم موجود. يعني ايه الرسم موجوده؟ فكرنا، راينا، حكمنا على الامور هو ده اللي بيقف قصاد مشيئه الله. لكن الشخص منكر ذاته أو الشخص الذي يعيش في تواضع أمام الله ويقول له صدقني يا رب أنا لا أعرف، لا أفهم أين يوجد الخير، وليست لي بصيرة صادقة وحكيمة، إنما أنا أمامك جاهل ألتمس حكمتك، واللي أنت تشوفه هو اللي كويس لسلمة أشوف، وأنا ما عرفت حاجة. الإنسان الذي لا يعتمد على فكره ولا على ذكائه
يقدر يقبل مشيئة ربنا ويقبلها بدون جدال، لأن حياة الاتباع لا تجادل كثيرا ولا قليلا. يعني ما يجادلش ربنا يقول له ليه يا رب كده، أو ما يعرضش في مشيئة الله. في بعض ناس جادله وعرضه وانتهى الأمر بمشيئة ربنا برضه. يعني موسى رفض إن ربنا يرسله وقال له أنا مش همشي، أنا مش حكيم، أنا لا أعرف أتكلم، أنا برضه انتهى أمره لأنه نفذ مشيئة ربنا وراح زي ما ربنا عايز. أرمية قال له لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، وقعد يقطع قرارات وبرضه نسيت مشيئة ربنا. واحد ثاني زي يونان جري وهرب وبلع وحوت وخرج من الحوت واترمى في البحر وبرضه نفس المشيئة ربنا. فما فيش داعي إن الإنسان يجادل كثيرا في ربنا، إنما يقبل برضا. كل ما كان الإنسان متواضع كل ما كان يقبل مشيئة الله في رضا. مش بس رضا، رضا وثقة وفرح إنها مشيئة صالحة ومشيئة كويسة. ناس كتير يعاتبوا ربنا عتاب كثير جدا كما لو كانوا يفهموا أكثر من ربنا، وناس تانيين يلحوا على ربنا إلحاء شديد إن لابد ينفذ اللي في مخهم. طب ليه اللي في مخهم ربنا مش موافق عليه؟ إلحاح بصلوات كثيرة بأقوام بغيره بغيره بغيره. طب ربما ربنا مش عايز كده. الإنسان يصلي ويصوم ويقول لربنا لتكن مشيئتك ويبقى راضي بأية الحلول وما يزعلش مع ربنا. لتكن مشيئتك عايزة إيمان وعايزة إنكار ذات وتواضع وعايزة أيضا تجرد، لأن ما دام الواحد ليها رغبة معينة ومتمسك بالرغبة مش قادر يقول لتكن مشيئتك، لأن لتكن مشيئتك بشرط مشيئتك تكون بتنفيذ الرغبة دي. طب إذا ما نفذتش يبقى ما مش عايز مشيئتك إذا كانت ضد رغبتك. أما الإنسان اللي عنده قبيلة التجرد وتجرد من كل رغبة يقدر يقبل أي شيء من يد الله لأنه مش متمسك بحاجة، لا متمسك بشيء ولا متمسك برأي ولا متمسك برغبة، وإنما متسلم نفسه ربنا. يبقى حكاية التجرد يجيب فضيلة التسليم، والإنسان في فضيلة التسليم بيسيب كل حاجة لربنا، ذاته كلها في إيد الله، ذاته كلها في إيد الله، ويقول له أنا سلمتك حياتي وأنت تقود هذه الحياة كما تشاء في أية الطرق بأية الصور يا رب لتكن مثلي. ده حكاية التجرد من كل شيء والتسليم. حتى بالنسبة للصحة والمرض أو بالنسبة للحياة والموت، سيدنا فيليب يصل في عمق التسليم إلى أن يقول إن الإنسان إذا كان مريضا حتى لا يطلب من الله الصحة لأنه لا يعرف ما هو المفيد له الصحة أم المرض،
إذا المرض يكون أفيد ليه من الصح. وياما ناس في الأمراض استفادوا روحيا وتتصحى بعض عن الله. وفي الموت الدروس التي تعلمنا أن نقول لتكن مشيئتك، إذا مات إنسان يدخل إلى الكنيسة بصلاة الصبح، أول صلاة نصليها عليه صلاة الصبح، ونقول له ربنا نشكرك على كل حاله ومن أجل كل حاله وفي كل حال. ليه؟ لأن احنا قابلين نتيجة ربنا. ولذلك الإنسان الذي يعيش في مشيئة الله يحيا دائما في حياة الدخل، وبالتالي يحيا بسلام قلبي دائم، لأنه لا يوجد ما يعكر سلامه القلبي، لأنه مبسوط مع ربك. الإنسان بيتعكر سلامه لما تكون ليه رغبات، والرغبات دي ما نفذتش فبيتعب وبيزعل وبيفقد سلامه. لكن إذا كان إنسان متجرد من الرغبات ومسلم لربنا وبيقول له اللي تكن مشيئتك يبقى مش هيفقد سلامه أبدا. وبالتالي الذي يقول لتكن مشيئتك لا يقع أبدا في التذمر، يعني لا يحيا في حياة التذمر أبدا، يعني هيتذمر على ربنا ويبقى رافض مشيئة ربنا. ولا يقع أيضا في الشك، لأنه مؤمن بأن ربنا محب حتى في حالة رفضه لطلبه أو في حالة أخذه أي حاجة منه. فكرته عن محبة الله لا تتهيج، إيمانه في ربنا لا يهتز، شعر بأن ربنا صانع الخيرات حتى لو كانت هذه الخيرات ضد ما المتفق. الإنسان الروحي لا يناقش إنما يتقبل في إيمان، لا يجادل الله إنما يفرح بالرب. أعمال الله بالنسبة له ليست موضوع مناقشة إنما موضوع شكر، لأن ثقته بالله لا تحد، لذلك يحيا في حياة الفرح الدائم. الإنسان اللي يقول لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض يتذكر كيف أن الملائكة ينفذون مشيئة الله، كيف ينفذونها بكل دقة بكل سرعة بلا إبطاء بلا مناقشة بلا شك، مهما كانت غريبة. يعني ربنا يقول له يا ملاك اقتل كل أفكار مصر، يروح يقتل، ما يقولوش عشانين وازاي الأمر ده غريب. ربنا يقول لملاك اضرب 180,000 من جيش سنحل يضرب، ارفع سيفك على القرص ينفع، ما بيناقش، ما بيقولش ده خير وده شر، إنما كل أعمال الله خير، كل أعمال الله خير ينفذها الملاك من غير ما يتناقش. يعني عنده إخراج لوط سليما زي حد سلوم، الاثنين ما فرقوش، هنا حكمة ربنا وهنا حكمة ربنا، وده صح وده صح. الإنسان الروحي لا يشارك الله في التدبير،
إنما ينفذ مشيئة الله في حياته ويرضى بمشيئة الله في حياته. عمله بالنسبة لله ليست المشاركة وإنما التنفيذ والصبر. عكس كده أناس يريدون إنهم هم اللي يدبروا وهم اللي يفكروا وربنا اللي ينفذ. يعني يا رب لازم تعمل لي كده ولازم تعمل كده ولازم تعمل كده، فربنا هو اللي بينفذ وهم اللي بيخططوا لربنا وربنا ينفذ. لا، مفروض ربنا هو اللي يخطط لينا واحنا اللي ننفذ او نقبل تنفيذه فيه. شوفوا بعض الاشخاص الابرار في عباره لتكن مشيئتك. ربنا يقول لابراهيم خذ ابنك وحيدك وقدمه محرقا، لم يناقش لم يبادر، انما قال له لتكن مشيئتك وخذ الاذن ذبيحه بينا. احنا مع ربنا ما نفكرش، انما نتقبل امره بكل رضا بكل حب. تنفيذ مشيئه الله بكل سرعه، يعني في انسان يتباطأ في التنفيذ زي ما لوط تباطأ في الخروج من سدوم. لا، الملائكه بيقال عنهم باركوا الله يا جميع ملائكته الفاعلين امره عند سماع صوت كلام، يعني بسرعه بلا اطار بلا تردد. في انسان يجيله امر حتى من قبل اعترافه او اي واحد اكبر منه وينفذ، لكن ينفذ بتباطؤ بتساهل بعد مده مش باين عليه انه راضي وبيقول لتكن مشيئتك. فيه الخضوع لكن مفيش القبول، مفيش الايمان. لكن بيقول لتكن مشيئتك فيه الايمان وفيه القبول من خط الخضوع. احنا بنقول له ما ابعد احكامك عن الصح، ومع ذلك كثيرا ما نبحث احكام الله ونقول له يا رب لماذا يحدث كذا؟ أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأسرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، زي ما أرمية النبي قال. اللي يقبل مشيئة ربنا يرى في كل شيء خير. يعيش متأملا في هذا الخير باستمرار، وبعبارة لتكن مشيئتك يأخذ خبرات روحية جديدة في حياته كل يوم. إن أمور كانت تبدو أمامه غريبة وبعدين وجد فيها كل الخير فيما بعد. كانت غريبة لما كان بيقيسها بحكمته الخاصة، لكن وجد فيها كل الخير بحكمة ربنا. الإنسان اللي ينفذ مشيئة ربنا في حياته ينفذها مهما كانت العوائق، بس مهما كانت غريبة فيقدم ابنك وحيدا، مهما كانت العوائق. زي داوود لما وقف قصاد جولياط في عوائق لكن مهموش، زي دانيال لما اترمى في الجب في عوائق لكن مهموش. المهم ان مشيئه الله تنفذ. اللي يقول له لتكن مشيئتك يقول معاها ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. يعني هو ينفذ مشيئه ربنا ويتوقع مهما كان. تصلي وتقول يا رب لتكن مشيئتك، يعني لا ايضا لتكن مشيئتك، لا مشيئه الناس الاسرار، لتكن مشيئتك لا مشيئه اخي توفر ولا مشيئه اخر.
ولا أي مشيئة خاطئة ضد حكمتك وضد إرادتك. هنا لتكن مشيئتك تتحول إلى صلاح، يعني نفس الزيارات بمشيئتك، لا تترك الحرية للناس يعملون الخطأ ويضرون حياتنا، ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئة غيرك. وحتى لو نفذت مشيئة غيرك بنوع من تسامحك، انت هتنفذ مشيئتك في الآخر، يعني تدي فرصة لغيرك ولكن برضو مشيئتك يا رب هتنفذها في الآخر، زي قصة يوسف الصديق. مشيئة الأسرار نفذت أولا في بيعة في سجنة، ولكن مشيئة ربنا في حياته نفذت أخيرا. عبارة يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، معناها أن تتحول الأرض إلى كده السماء، والناس الذين فيها كشبه ملائكة ينفذون مشيئة الله على الأرض كما هي منفذة في السماء. المهم ان الانسان اللي يقول لتكن مشيئتك ساعات يقول انا مش عارف ايه مشيئة ربنا في هذا الموضوع، وناس كتير ساعات بيتسألوا يا ترى ايه مشيئة ربنا، كلها حق وكلها خير، يعني اي امر تراه ضد الحق او ضد الخير يبقى مش مشيئة ربنا. مشيئة ربنا خلاص كل نفس أي شيء يتعارض مع ديه يبقى مش مشيئة ربنا. في بعض التفاصيل ربنا بيسيبها لحرية الناس، لكن لازم تقول كلها للخير وللحق. مش معناها إن الإنسان يتوسوس في كل حاجة ويقول فين مشيئة ربنا، امشي في الخير وامشي في الحق وتأكد انك انت ماشي في مشيئة ربنا ايا كان التفاصيل. ابعد العوائق الموجودة داخل نفسك امام مشيئة الله، لان المسيح بيقول كم مرة اردت ولم تريد، جايز عدم تنفيذ مشيئة ربنا سبب شيء داخلك. لتكن مشيئتك لها عدة معاني. معنى انك انت تنفذ مشيئة ربنا، ومعنى ان الناس ينفذون مشيئة الله بالنسبة لملكوت الله، بالنسبة لي، بالنسبة للكنيسة كلها، بالنسبة لكل امر يحدث تطلب ان مشيئة الله تكون فيه. وايضا تحمل معنى علمني يا رب مشيئتك، علمني طرقك، علمني سبلك، سهلني ووضح اماني مشيئتك لكي انفذ ولا اقع في خطيئة جهل، لان انا عايز انفذ مشيئتك بس مش عارف. وايضا لتكن مشيئتك تحمل صلبة انك تطلب من الله القوة التي تنفذ بها مشيئته والقوة التي ينفذ بها الناس مشيئته، وايضا صلبة ان يزيل الله جميع العوائق التي تقف ضد تنفيذ مشيئته.
الإنسان اللي يقول لتكن مسيئته يا إسم السيئة لا يتعب من جوه ولا يتعب من بره ولا يضطرب ولا يقلق ولا يتضايق، وإنما باستمرار مبسوط وفرحان بالرب ساعة إن ربنا ينفذ مشيئته خالصة. وأيضا الذي ينفذ مشيئة الله لا يقع في خطية ولا يقع في مسؤولية، إنما اللي ينفذ مشيئته الخاصة جايز يقع في خطأ وجايز يقع في مسؤولية. فليعطينا الرب باستمرار أن ننفذ مشيئته ولينفذ الله مشيئته في حياتنا وليست مشيئة غيره.